طيب انا معايا الدكتور علي محروس رئيس الاداره المركزيه للعلاج الحر والتراخيص الطبيه. دكتور علي اهلا بيك. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. يعني انا بتبسط قوي لما مستشفى تغلق بصراحه. انا ما بتبسطش يا فندم. لا انا هقول لك ليه. لانه انا فاقد الثقه في المستشفيات الخاصه في مصر باعلى اعلى مستويات. لا مش للدرجه، بس عشان ايه ما نعممش، وعشان برضو حتى اللي بيتم اغلاقهم دول هو الهدف منه ان احنا نضمن تحسين الاداء وجوده. طيب هذه المستشفى كان في شكاوى كتير منها عبر السنوات الماضيه، ولاول مره بيتم الحقيقه. انا بشكر حضرتك على ان انت اهتميت بمشاكل الناس. يعني السبب الرئيسي لاغلاقها ايه؟ السبب الرئيسي لاغلاقها زي ما قلت لحضرتك تشغيل عماله ما عاش مساوله مهنه، وده خطر يهدد حياه المرضى طبعا. نمره 2 تجاوزات في غرف العمليات وفي الرعايات، عدم تطبيق شروط مكافحة العدوى. ده في حد ذاته ما تيجي تجمله كله بتعتبر يعني مخالفات جسيمة تستوجب إغلاق المستشفى إداريا، ولو اتكررت تستوجب سحب الرخصة من أساسها خالص. حضراتكم اتحركتوا بناء على شكوى المرضى أم حركتوا بشكل ذاتي؟ احنا الشكاوي اللي بتجينا من المرضى بتبقى كالاتي. لو في مريض تعرض لاي خطا طبي او اهمال طبي لازم نتحرك ونشوف وفي المرور الدوري اللي هو بيتم على المستشفيات. وده بالفعل ده كان من ضمن المرور الدوري على المستشفيات. وفوجئنا بان المستشفى دي تاني يعني انتوا قفلتوا كمان مستشفى الدلتا في الدقهلية الاسبوع الماضي برضو. ودي عملت رد فعل ايجابي والناس فرحانه قوي الحقيقه هناك. ومستشفى في اسكندريه امبارح مستشفى كبيره برضو مش صغيره. وانا كنت متوقع ان بعد يعني مرور سنه من مرور الحملات المكثف، وان احنا داخلين على قانون تامين صحي جديد بيضمن يعني جوده الخدمه المقدمه، كنت قلت ان ده يبقى كده الارم يعني تنبيه للمستشفيات انها تبتدي تاخد بالها وتبتدي فعلا تشوف ايه السلبيات اللي عندها. لكن للاسف انا شايف ان الموضوع في ناس تجاوبت لكن الكثير لم يتجاوب، وانا بالتالي مش هبطل طيب. حملات. دكتور علي يعني طلب شخصي بجد، حاول تنزل بعوافد كده لمستشفيات ميدان فيني في الدقي. مش هقول اسم مستشفى لكن لا 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 معلش. بص حضرتك لو في اي حاجه ابعتها لي على رساله وانا. طب هي الدايره دي فيها 3 مستشفيات او 4 يعني اتمنى. انا عارف ان حضرتك يعني بتمارس مهام مسؤوليتك بكل ضمير. مجموعه المستشفيات اللي ميدان فيني فيها بعض المستشفيات لا علاقه لها بالطب ولا الضمير. خلاص، وانا واعد ان هيبقى في مرور على المستشفيات، واي مخالفات هترصد هيبقى العقاب حسب القانون. انا ما بشتغلش من دماغي. تمام. انا بشوف القانون بينص على ايه، وبالعكس كمان بستخدم روح القانون في تخفيف العقوبات. اصل انتوا زي النائب العام، انتوا عين الشعب على هذه الخدمه الصحيه اللي هي غاليه اساسا يعني. واحنا قلنا يا جماعه الوقت جه ان المواطن يبقى درجه اولى، يبقى رقم واحد في المنظومه. اتمنى ذلك والله. اللي عايز يفهم كده يفهم، اللي مش عايز يفهم. اللي عنده شكوى من مستشفى خاص يتواصل مع حضرتك ازاي؟ العلاج الحر في وزارة الصحة، ورقمنا معروف يعني. في رقم مختصر؟ في 137 للطوارئ. تمام. واي حد عايز اي حاجة انا هقول لهم روحوا للدكتور علي محروس على طول. وانا عليا فندم. اشكرك يا فندم جدا دكتور علي محروس رئيس